صباح الخير عفلسطين عأجمل شي بدنيتنا عضحك مزينا العينين صباح السر محبتنا صباح الخير عفلسطين على اللي مجمعين لحباب عتغريدة أمل وحنين تذكرنا بها الأصحاب في فلسطين هذا الصباح الاثنين الثامن من تشرين الأول صباح جديد يوم جديد ولقاء جديد بتجدد فيه التفاؤل والطاقة الإيجابية ودائما نحن على أمل أنه يحملكم مشوارنا الصباحي كل ما هو جديد وممتع برفقتي أنا وعلى يسعد صباحك على صباحك يا فرح صباح الخير لمشاهدينا صباح القدس عاصمتنا الأبدية صباح الصمود من الخان الأحمر وصباح وطننا بكل إشراقة أمل وفرح وطاقة صباحنا بتجدد معكم بعد الجديد من برنامج فلسطين الصباح ومحطات منوعة وتحية لكل فلسطيني حر بهالبلد أكيد طبعاً تحياتنا بتوصل لأهالينا في الشتات أينما تواجدوا تحياتنا أيضاً خاصة في هذا الصباح لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال في كل السجون اللي دائماً توصلنا تحياتكم ومتابعاتكم ورسائلكم كمان نحيي أسرانا في سجن عوفر إنه في بعض الأحيان بيكون صعب إنهم يحضروا تلفزيون فلسطين ولكن بعض الشباب الموجودين هناك بيعملوا جاهدين لحتى إنهم يوصلوها ويتابعوا شاشة تلفزيون فلسطين فهذا الصباح خاص لكم صباحنا موصول لكم ولكل أسرانا البواسل ونتمنى لكم الحرية أكيد بعددنا الصباحي وفقرات منوعة بتتناسب مع كل محطاتنا وأجواءنا الفلسطينية اللي بنعيشها وإلى العناوين على طول في أولى فقراتنا نتعرف وإياكم على يوم المسن العالمي وزيارة خاصة لكاميرا فلسطين هذا الصباح إلى دار المسن من محطاتنا وفقرتنا الرئيسية الضمان الاجتماعي بين التطبيق ومخاوف المواطنين من غزة نتعرف إياكم على تفاصيل مشروع تحسين مفهوم الذكورية والرعاية الأبوية محطات الخيرية موجودة في فلسطين وبحملة مقدسية مجموعة خذ وأعطي الخيرية على الفيسبوك أيضا ضمن جولتنا الصباحية زاوية خاصة من بيروت نتعرف فيها على متحف الشمع مع فقرة فنية وفرقة أو باند شبابي بمسمى أو عنوان مفر وموسيقى فلسطينية تحاكي واقع الشباب إذن هذا ما لدينا على مدار الساعتين المقبلتين ولكن كالمعتاد نبدأ جولتنا الصباحية بالأحوال الجوية لهذا اليوم وأبرز ما جاء في الصحف المحلية الثلاث أكيد بعد الفاصل رح نتعرف أكثر على حالة الطقس مع أنه في شمس من هالصبح شمسنا قوية وإن شاء الله تكون شمس الفرح لنا وإلكم فاصل وإلى حالة الطقس
ينجد الصباح لكل مين انضم لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج فلسطين هذا الصباح. نبدأ جولتنا الصباحية بالحالة الجوية لهذا اليوم، بحيث يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة تصبح حول معدلها السنوي العام، أما الفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فتكون ضعيفة، وتسقط هذه الأمطار فوق بعض المناطق، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات المساء تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في المناطق الجبلية، أما في بقية المناطق فتكون لطيفة، والفرصة أيضا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح كذلك تكون شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. خلينا نتوقف احنا وياكم نشوف درجات الحرارة العظمى المتوقعة في محافظات الوطن. نبدأها من العاصمة القدس، حيث تصل إلى 25 درجة مئوية. في رام الله تسجل الحرارة 24 درجة مئوية. إلى نابلس تصل إلى 27 درجة مئوية. في طوباس وجنين تسجل الحرارة 29 درجة مئوية، وكذلك الأمر في طول كرم وقلقيلية. إلى سلفيت تصل الحرارة إلى 25 درجة مئوية. في أريحة تسجل الحرارة هذا اليوم 34 درجة مئوية. بيت لحم 25 درجة مئوية، وفي الخليل أيضا 25 درجة مئوية. إلى قطاع غزة نبدأه بمدينة غزة، حيث تسجل الحرارة 28 درجة مئوية. في دير البلح 29 درجة مئوية. خان يونس 28 درجة مئوية. وأخيرا في رفح 29 درجة مئوية. ومن درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الوطن إلى درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. إذا كانت هذه درجات الحرارة المتوقعة، الله تعالى دائما أعلى وأعلم. الآن منكمل هالمشوار الصباحي مع علاء وزاوية أخرى. يسعد صباحك من جديد علاء. صباح الخير فرح، وصباح الخير موصول لمشاهدينا اللي انضموا لنا بهاللحظات، والى ابرز ما جاء في الصحف المحليه. الحياه الجديده الايام والقدس، ونبداها مع الحياه الجديده وباولى عناوينها: مقتل مستوطنين واصابه ثالث في هجوم في سلفيت، والاحتلال الاسرائيلي يقتحم ضاحيه تشويكه في طول كرم. على الحياة أيضا: تنفيذية المنظمة تقرر دعوة المركزي للإنعقاد في 26 من الشهر الجاري، وأيضا تجدد رفضها أن تكون الإدارة الأمريكية شريكا أو وسيطا في عملية السلام. تؤكد أيضا تنفيذية مساندتها لتنفيذ شامل وغير متجزئ للاتفاق القاهرة 2017، وأيضا تشدد على استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى رغم الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي. على الحياة أيضا: الأسير محمود جبارين حرا بعد 30 عاما في سجون الاحتلال، حيث أفرجت صباح الأمس سلطات الاحتلال عن الأسير محمود جبارين من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل بعد قضائه 30 عاما في سجون الاحتلال. وبين نادي الأسير في بيان صدر عنه أن الأسير جبارين ضمن الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ توقيع اتفاقية أوسلو، والذين وصل عددهم ل 28 أسير. على الحياة أيضا: المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون، حيث دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المزارعين إلى المبادرة لإخراج زكاة الزيتون لمستحقيها من أبناء شعبنا. وأوضح الشيخ حسين أن قيمة نصاب الزيتون وزنا هي 653 كيلوغرام من الحب أو الزيت الناتج من هذه الكمية بعد العصر، محددا مقدار الزكاة بعشر الناتج إذا كان شجر الزيتون يسقى بماء المطر، أما إذا سقي بوسائل الري فيكون نصف العشر أي 5%. على صحيفة الأيام: ومن غزة إصابة ثلاثة شبان في المواجهة الليلية، وغارة تستهدف مطلقي البالونات الحارقة.
على الحياة على الأيام أيضا 650 إخطارا بالهدم لمنشآت في الأغوار الشمالية خلال السنوات الثلاثة الماضية. وفي أخبارنا أيضا، المسير البحري 11 لكسر الحصار عن غزة ينطلق اليوم من بيت لاهيا، وقوات الاحتلال تعزز من تواجدها عند الحدود البرية والمائية. المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يقول تسريب العقارات المقدسية جريمة وخيانة. وفي صحيفة القدس وفي عددها لليوم 111 مستوطنا يقتحمون الأقصى واعتقال 6 مقدسيين. جمعيات حقوقية وأهلية تطالب بإطلاق سراح الأسير القيادي في حركة أبناء البلد رجغ بيرية بعد محاكمته. وخضوري تحصد المركز الأول بمؤتمر الإبداع في تعليم علوم المكتبات والمعلومات والوثائق. وفي آخر أخبارنا، على القدس، الصين تكسر الرقم القياسي لسجل جينيس لأضخم عرض بيانو خيري عالمي بمشاركة 666 بيانو. إلى هنا نصل وإياكم إلى آخر أخبار جولتنا في الصحافة المحلية. عودة إليك لفرح، سعد صباحك من جديد. شكرا لك علاء، صباح الخير لك أكيد لكل مين بتابعنا في فلسطين هذا الصباح. نبقى في إطار الصحف وزاوية خاصة لمتابعي الصحافة الإسرائيلية بعد هالفاصل. صباحنا موصول فيكم أو معكم أكيد من جديد، وبمحطة الصحف الإسرائيلية مع الزميل فايز عباس الخبير في شأن الإسرائيلي. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. طبعا العناوين الرئيسية في الصحف الإسرائيلية، عملية أمس، عملية المصنع في المنطقة الصناعية بركان وردود الفعل. كل ردود الفعل طبعا معروفة لتحريضية بشكل سافل، يعني
حتى الآن الخلفية غير واضحة، ولكن إسرائيل طبعا أهم شيء بالنسبة لها اتهام بالعملية على خلفية قومية، مع العلم أنه حسب كيف صارت العملية في شكوك هناك. نبدأ في صحيفة إدوات أحرونوت، مطاردة منفذ عملية بركان الذي قتل التعايش في هذه المنطقة. شوفوا كيف استعمال المصطلح قتل التعايش. رئيس الحكومة، طبعا أنا بالتفاصيل عن الموضوع هذا في صحيفة معريف أكثر، رئيس الحكومة الإسرائيلية: تحدثت مع بوتين وسألتقيه قريبا. نتنياهو اتصل لبوتين ليباركه في يوم ميلاده 66، وهذه أول مرة يتحدث فيها معه بعد وصول الصواريخ S-300 إلى سوريا. الويفا طبعا يعني هذا على إليك الخبر الرياضي، الويفا تمنع إسرائيل من بث مباريات المنتخب الإسرائيلي في المناطق المحتلة، لأنها منطقة محتلة ممنوع إسرائيل تبث للمستوطنين في الضفة الغربية. هيئة البث الإسرائيلية كانت مكان قد حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس أوروبا، ولكن هيئة البث بعد قرار الويفا قررت الرفض هذا الشرط وإلغاء الاتفاق بالمرة، يعني لن تبث المباريات. درس باللاسامية، طبعا إسرائيل كل شيء عندها لاسامي. محاضر في جامعة ميشيغان، طبعا معروفة من أفضل الجامعات في العالم في الولايات المتحدة، اختار أن يقارن بين هتلر ورئيس حكومة إسرائيل نتنياهو، وكتب على صورة نتنياهو، على رأس صورة نتنياهو صباحه في الصورة، متهم أو مدان بإبادة الشعب. طبعا هذا أثار الجالية اليهودية والخارجية الإسرائيلية، احتجوا لإدارة الجامعة، لكن إدارة الجامعة كان ردها واضح: نحن لا نراقب المحاضرات، وكل محاضر له حرية كاملة كيف يعطي الدروس أو المحاضرات. القاضي في محكمة سارة نتنياهو، بدأت بالأمس المحكمة، اقترح على النيابة والدفاع التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة، يعني هو على ما يبدو هو لا يريد يعني أن سارة نتنياهو تتبهدل في المحكمة، يعني ممكن أنها تتبهدل، وبنصحي نصيحة إلها يعني أنها تتوصل لاتفاق مع النيابة. النيابة طلبت من الرئيس المحكمة أن يكون هناك 3 قضاء وليس قاضي واحد في هذه المحكمة، محكمة سارة نتنياهو، لكن القاضي لم يصدر قراره بعد. لربما هناك سيتم التفاوض على أن تدفع غرامة مالية وتعلن مسؤوليتها عن الفساد الذي طبعا هي قامت به من خلال طلب الطعام من المطاعم الفاخرة بدون أي سبب، وإنما من أجلها وأجل يئير وبنيامين نتنياهو. طبعا هذا حسب القانون لا يصح، لذلك قدمت هذه لائحة الاتهام ضدها. طبعا النيابة قالت لحساسية القضية والحديث عن زوجة رئيس الحكومة يجب أن يكون أكثر من قاضي في هذه القضية. والكاريكاتير اليوم في صحيفة إدوات أحرونوت، في صحيفة إدوات أحرونوت اليوم الكاريكاتير هو عند تعيين كافانو للمحكمة العليا الذي أثار ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة. طبعا ترامب له ما تهتمش كله هذا كمل. ننتقل إلى صحيفة معريف، صحيفة معريف: تنفيذ الإعدام، هكذا تسمي الصحيفة ما حدث في المصنع في بركان، مقتل 2 وإصابة 3 في عملية داخل مصنع. منفذ العملية وصل إلى مصنع ألون للفولاذ وعمل هناك كهربائي،
وهو مسلح برشاش. طبعا هو صعد إلى طابق الإدارة الطابق الثاني وقام بربط السكرتيرة كامي عسكيل وأيضا زيف حجبي وقام بإطلاق الرصاص عليهما وإطلاق الرصاص على موظفة أخرى وفر هاربا. يعني ليش اختار هاي المنطقة يعني بالذات؟ يعني يقال هناك بأنه بسبب أنه هو ترك العمل ويريد تعويضات أو أراد ترك العمل ليحصل على تعويضات. منفذ العملية أشرف بن علاوي من الشويكي استطاع الهرب والأجهزة الأمنية تطارده. مهووس يقول عنه مليء بالكراهية، هدم الحياة المشتركة بين الفلسطينيين واليهود الذين يعملون معا منذ 35 عاما في هذا المصنع. في المصنع بيشتغلوا 8000 عامل من نصف من الفلسطينيين كما تقول الصحيفة. المحلل العسكري تال ليفرام، المهمة الآن منع التدهور ومنع تقليد المنفذ العملية. هذا في بالنسبة كل ما يتعلق بالعملية. وقادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل يقولون على نتنياهو أن يقرر الآن إذا ما كان سيذهب إلى انتخابات مبكرة أم لا، لأن الوضع أصبح لا يطاق بسبب الانتخابات. المكاتب الحكومية مصابة بالشلل، لكن نتنياهو قال أنه لن يعلن بعد ولم يقرر بعد إذا ما كان سيذهب إلى انتخابات مبكرة. عميل سابق في الشباك وهو اليوم محامي اندفع باتجاه قافلة نتنياهو في بيسان وتم اعتقاله وإطلاق سراحه بكفالة مالية ويمنع من الاقتراب إلى نتنياهو. وهو قال في التحقيق، وقال في التحقيق والصحيفة لصحيفة معرب أنه أراد التقاط صورة وهو يرفع الشعار ضد الفساد وخلال سير قافلة نتنياهو. وماذا يقول؟ يقول أردت أن أقول أن الفساد أخطر بكثير من الإرهاب. نشطاء أكاديميين ورجال تربية التمسوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإلغاء قانون القومية لأنه بشكل هو عنصري بكل ما يتعلق بغير اليهود. والكاريكاتير هو أيضا القاضي الأمريكي الجديد، هناك الهاشتاج يعني أنه النساء ضده، كل أنه كيف كان يتحرش بالنساء وهو شاب. ننتقل إلى صحيفة هارتس، عملية بركان وهروب منفذها، فيش حاجة نفوت على التفاصيل. الجيش والشباك ضد العقوبات الجماعية لأن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال الضفة. أمس بدأت محكمة سارة نتنياهو. وزارة المساواة الاجتماعية تمول إنتاج أفلام قصيرة عن المستوطنين والمستوطنات لتخليدهم. تخيلوا يعني المستوطنين بدهم يخلدوهم في إسرائيل. وزارة الداخلية حاولت منع أعضاء الكنيسة من حزب ميرتس من زيارة الطالبة الأمريكية لارا القاسم وهي فلسطينية الأصل المعتقلة في المطار منذ 6 أيام ومنع دخولها إلى إسرائيل على الرغم من أنها حصلت على تأشيرة للدراسة للقب الثاني في الجامعة العبرية. وماذا تدعي وزارة الداخلية؟ بأنها كانت ناشطة في حركة مقاطعة إسرائيل BDS. طبعا هي المحكمة ستصدر قرارها غدا إذا ما كان سيتم طردها أو إبقائها في إسرائيل ولكي تدرس. على الافتتاحية الصحيفة أيضا اليوم تطالب بإطلاق سراحها فورا من المعتقل. والكاريكاتير اليوم انتبهوا له جيدا، ليبرمان على سفينة حربية أو غواصة
بعامل زلم وبصيع على صياد مسكين يصيد له سمكة. وهنا هنا إن يعني هنا إن هنا ليبرمان حامل سيف من خشب أو بلاستيك، مين بالصورة بحاول يعني يقطع هنية والسنوار بسيف من البلاستيك يعني، وهناك عامل بطل من الناحية الثانية على صياد مسكين بده يحاول يصيد سمكة. شكرا ونلتقي غدا، كاريكاتير مهم يعني. صحيح صحيح، شكرا كثير لك. جزيل الشكر لك. وإحنا منتابع في جولتنا الصباحية. في الأول من أكتوبر هو يوم عالمي، يوم المسن العالمي اللي صوتت له الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990. طبعا كان لنا محطات خاصة في فلسطين هذا الصباح، استقبلنا فيها بعض من كبارنا اللي هم إرثنا وهم تعليمنا وأفكارنا، ولكن لم نقتصر فقط على هذه المقابلة، وإنما كاميرا فلسطين هذا الصباح تحديدا الزميلة إيمان هريدي كان لها جولة خاصة. أكيد، وزارة المسنين في دار المسنين في مدينة رام الله وعادت لنا بهذه الفقرة وهذه المعايدة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في فقرة خاصة لبرنامج فلسطين هذا الصباح، نتناول فيها عن واقع المسن الفلسطيني في المراكز الإيوائية. اليوم سنتحدث عن الخدمات المقدمة في هذه المراكز للمسن الفلسطيني، وهل هي كافية وما هي طبيعتها؟ تابعونا. اليوم يحتفل العالم بيوم المسن العالمي، واقع المسن الفلسطيني بين قاب قوسين. سنتحدث عن هذا الموضوع مع الناشطة النسائية نهلة قورة، رئيسة جمعية الاتحاد النسائي العربي. يسعد صباحك. صباح الخير، كيفك اليوم؟ منيحة نشكر الله. في كل عام بنحتفل بيوم المسن العالمي، كيف فلسطين تحتفل بهذا اليوم؟ يعني فلسطين كباقي الدول العالم يعني تحتفل بيوم المسن العالمي. في عنا بفلسطين أكثر من مؤسسة ترعى للمسنين، فبنحتفل يعني كل جمعية وكل مؤسسة بتحتفل بطريقتها. يعني إحنا كان عنا أول يوم حضرة المحافظة، وكانت في شركة المشرق للتأمين أجوا على الجمعية وعملنا احتفال وعطونا يعني دعم للجمعية. وكل سنة إحنا بنحتفل، كمان بترعى لنا معظم الوقت يعني بلدية رام الله بترعى احتفالات يوم المسن العالمي، المؤسسات والجمعيات، مؤسسات المجتمع المدني. يعني إحنا بكون دائما عنا احتفال، بنجيب المسنين على الجمعية، بنعملهم غدا، بنعملهم فعالية أو نشاط، وبنوزع عليهم الهدايا بيوم المسن. إذن طبيعة الأنشطة للمسن الفلسطيني سواء في المراكز الإيوائية النهارية أو اللي بيبيتوا فيها، شو طبيعة الخدمات اللي أنتوا بتقدموها؟ إحنا ببيت المسنين هم جمعية الاتحاد النساء العربي، في عنا النزلة إحنا بناموا عنا هنا، إحنا بنقدم لهم كل الخدمات المطلوبة من الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، من ناحية الغذاء، من ناحية الترفيه كمان. فإحنا يعني كل ثلاثة في عنا طبيب بيجي على الجمعية، وكمان كل ثلاثة بيكون عنا نادي اسمه نادي المسنين، فبنجيب إحنا المسنين من مدينة رام الله والبيرة من المخيمات، بوصل عنا العدد ل 35 مسن ومسنة وأحيانا أكثر. فبيجوا بنعملهم غدا وجبة ساخنة وبنعمل نشاط هداك اليوم. يعني فهي الخدمات احنا بنقدمها، يعني بيجي الطبيب كل اسبوع بفحص كل المسنين، اذا احد المسنين بده رعاية بده فحوصات بده صور اشعة، احنا يعني بنقوم في هذه الرعاية. صحيح. بمناسبة الحديث عن الرعاية، طبعا رعاية المسن هي واجب في العادات والتقاليد وأيضا في الأديان السماوية، نحكي عن مدى الإقبال على المراكز الإيوائية، هل في تخوف، هل في إقبال، ما في إقبال؟ طبعا في الإنسان بخاف يودي أهله مثلا مراكز إيوائية، بتواجهكم هاي النظرة التقليدية للمراكز الإيوائية؟ يعني في البداية كانت تواجهنا،
بس هلأ أنا بشوف يعني الوضع اختلف، ممكن لأنه الحياة الاقتصادية هي بتغلب على ممارساتنا اليومية. فهلأ أنت يعني بتشوفي أنه بالبيت الكل بيشتغل، الكل بيطلع من الدار، فبيضلوا كبار السن ما في حدا يرعاهم، فأحيانا يعني بنجبر الأهل أنه يجيبوهم على مراكز الرعاية. يعني إحنا كمان هون بمراكز الرعاية، وهلأ أنتوا تفرجوا على الجمعية وبتشوفوا إحنا مثل الأوتيل مثل الفندق، يعني بنعاملهم أحسن معاملة من ناحية وجبات الأكل، دائما لازم يعني الوجبات تكون صحية، سواء الفطور أو الغداء أو العشاء. فالأهل يعني أنا بحسهم هنا بتطمنوا أكثر لما بيجوا يزوروا النزلة هنا، يعني قريبه أو أمه أو أبوه، بحسوا بشعروا براحة، يعني إنه بارتياح نتيجة الخدمات اللي إحنا بنقدمها لهم. هل يوجد شروط معينة لاستقبال المسن الفلسطيني؟ لا، احنا ما عندنا شروط يعني معينه، احنا بس بنطلب من الاهل يعني انه يحضروا للمسن كل الاشياء المطلوبه، يعني بنطلب منهم غيارات، بنطلب منهم الادويه، ملف صحي، يعني هاي الشغلات. اما ما في عندنا يعني اي شرط بنضع على المسن، لانه هذا بيت للمسنين. ويعني انت هلا اذا لما بتتجولي بتشوف المسنين الموجودين عندنا من كل الضفه الغربيه، في عندنا من نابلس، في من القدس، في من قرى رام الله، في من كل مكان يعني موجودين، خاصه في قسم الرجال. عندنا احنا قسمين، قسم للنساء وقسم للرجال. قسم الرجال بتلاقي من كل فلسطين، لانه يمكن في رام الله ما في لرجال غير عندنا يعني كجمعيه، فبتلاقي من الكل، يعني ما في هنا ما بنحط ولا اي شرط، يعني الجمعيه مفتوحه، حدا اي واحد بده يحط اهله هون او اي مسن يعني احنا بنرحب فيه. اخت ام عمر، شو رايك نتجول ونتعرف على الاقسام والخدمات اللي انت بتقدموها في الجمعيه؟ تفضلي. يسعد صباحك. الله يسبحكم يا رحمه. نتعرف عليكي. يا حبيبتي روحي، اهلا وسهلا وميت مرحبا. من وين انت يا حبيبتي؟ الله يسلمك. انا عند نابلس، عند نابلس المخيم. مش في مخيم قديم وجديد؟ مخيم عسكري. مخيم عسكري القديم عند دار جروان. انا داري. مين جابك هون يا خالتي؟ ابن اخوي اللي هون ولاد اخوي ساكنين. اجوا هون يقبضوهم معاش وخلوني. طيب مبسوطة انت هون؟ مبسوطة الحمد لله رب العالمين، كل هذا جويد عنا يا حاجي، وما يكلين مين نخلف عليهم وش الخير. لا والله محترمين، هاي تاختنا وتاخت هذه وهذه، وانا تاختي عند العمام اخوهم بغلبوني. اقوم لحالي وبشرب لحالي كل شيء الحمد لله. لا. كيف بعملوكي؟ ملحين يا خالتي والله هالسفرة، اما نحب نحط الجميع، لمن بدنا عطش بيجيبوا الفواكه، بيجي واحد بيجمع، اول ما بيجيبونا يا خالتي حصصنا هم بوخ الشيء العادي الجامعه لازم. سأل اللي بده حدا لو ايش اسمه مقدم لك كل لا جيد. تعرف عليك محمد عبد الرحمن. محمد، شو اللي جابك هون؟ اللي جابني هون ماليش حدا، ماليش حدا يكون فيه في الدار. انت جيت بنفسك هون؟ جيت بنفسي هون، خالي جابني هون. شو الخدمات اللي بيقدموا لك اياها هون؟ راضي عنها؟ الحمد لله. شو بيسووا لك؟ شو بيعملوا؟ بحمموني. بقصوا لضافري، كل شيء بيسووا لي هون. الحمد لله رب العالمين. مبسوط الحمد لله. مبسوطة يا خالته هون؟ نعم. مبسوطة يا خالتي، الحمد لله. نشكر الله. شكرا. بوجود جماعة، وجود نوال وام عمر. قد ما هن منع علي، واخوي بده ياخذني على الطيبه، قلت له انا ما بروح على الطيبه، انا ما بدي اشير بنات اهلي وهدول اللي بيجون يتغدوا زي يوم الثلاثاء هذا اليوم بكونوا هين، ما جوش اليوم. وفي اللي بنات عم وبنات البلد ومعارف، تروح توديني غادوه. طب قالوا لي روح، في ناس امريكا، كنت وين بدي اروح امريكا؟ بدهم يحطوني في الملجأ، خليني في بلدي. مثلهم كثير. العفو، مش احسن روحي؟ كثير منيح. شكرا.
صح صح يا خالد. تحكي لنا مين جابك هون؟ اخوي. اخوك ليش جابك؟ ما فيش حدا عندي لحالي. لحالي؟ جابي عشان اشوف الدكتور، شوف هاي عشان الدكتور احنا جينا. عشان الناس تهتم فيك وتقدم لك الخدمات. كل شيء، اكل، شرب، كل شيء منهم. ما بتعدى بتعشى بفطر هنا، هنا بجيبوا لي الاكل. مبسوطه هون؟ مبسوطه، بدي اروح بكره، بدي اروح. اوكي. بكره تروحي؟ يعني بكره يا بعده. عند اخوك؟ عند اختي، عند اختي، عند اختي. بيجوا بزوروكي؟ كل يوم بيجوا، كل يوم بعد الظهر بالمغرب بيجوا بزوروني بشوفوا كيف اخبارك، بدك ايش، عايزه، بجيبوا لي معهم اكل، بجيبوا لي، عندي شكل انا ما عندي هون اكل، مليان اكل. بجيبوا تفاح، بجيبوا خوخ، وش بجيبوا؟ الله يرضى عليهم. شو بتعملوا هون بالنادي؟ شو بتسووا؟ شو الانشطه اللي بتقوموا فيها؟ يعني انا اول ما اجيت هنا كان معي ديسك وظروف، فهالظروف هذا اثر على رجلي، ما قدرتش اوقف، صار معي هبوط عام، فحولوني هنا لهذه الجمعيه، جمعيه الاتحاد النسائي العربي، قالوا هناك في يعني عنايه كافيه، وفيه مشفى، وبيجي دكتور كل اسبوع مره، وبيطلع علينا وبيفحصنا كل يوم، كل بيفحصنا في كل يوم، بيجي يوم الثلاثاء من كل اسبوع بيفحصنا وبيشوف يعني عنده مرض او شيء، بحولنا للمستشفى هنا اللي عندنا. كيف تعمل الناس معك؟ تعمل الاطباء الممرضين وين هيني؟ لا ممتاز، طب الممرضين يعني زي اخوتنا، بيعاملونا كاننا اخوه. مشاهدينا منوصل لنهاية فقرتنا اللي تحدثنا فيها عن المسن الفلسطيني، وخلف قيادتنا الفلسطينية المجيدة سيد الرمز ياسر عرفات الراحل، وأيضا القائد الفلسطيني رمز الشرعية محمود عباس، ومع رسالة الأخت أم عمر اللي منوجهها لكم. تفضلي أخت أم عمر. أنا بدي أوجه رسالة لمجتمعنا الفلسطيني، بدي أوجه رسالة كمان للسلطة الوطنية الفلسطينية وكل المعنيين في بيوت المسنين، إنه يكون هناك في رعاية أكثر يعني واهتمام أكثر في بيوت المسنين، لأن هدول يعني البيوت موجود فيها الناس اللي ربوا أجيال وربوا أجياد المستقبل، فبالتالي لازم يكون في هناك اهتمام أكثر. كمان أنا يعني بطلب إنه من وزارة الشؤون الاجتماعية إنه الإسراع في سن قانون المسنين، لأنه هذا بيساعد بيوت المسنين على استمراريتها وعلى تقديم مساعداتها للمسنين. شكرا كثير لك. المسن الفلسطيني هو وقارنا، هو تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، فأكيد رح نهتم فيه. صباحنا موصول معكم مشاهدينا، وبمحطتنا وفقرتنا الرئيسية لليوم قانون الضمان الاجتماعي التطبيق، بعض الأسئلة وبعض المخاوف من المواطنين اللي طبعا تم تناقلها على صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا تناقلها من الناس. اليوم رح نتعرف أكثر عن بعض البنود الهامة في قانون الضمان الاجتماعي اللي بدأ تطبيقه في فلسطين ورح يكون إلزامي خلال الأشهر القادمة، وأيضا الحديث عن بعض المخاوف المواطنين لنجاوبهم على الأسئلة. وفرح بإمكانكم كمان تتواصلوا على عبر صفحتنا فلسطين هذا الصباح على الفيسبوك وكافة مواقع التواصل الاجتماعي. إذا ما تحدثنا عن قانون الضمان الاجتماعي أو صندوق الضمان الاجتماعي، بالكلمات البسيطة ممكن نعرفه على أنه مساهمة من الموظف والعامل تقابلها مساهمة من صاحب العمل. أساس هذه المساهمة، شروطها، كيفية التعامل معها، كل هذه التفاصيل مع ضيفنا هنا في الاستوديو مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الأستاذ أسامة حرز الله. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير لكم المستمعين والمشاهدين، اهلا بكم. يسعد صباحك. بالبدايه حنتحدث عن صندوق الضمان الاجتماعي، العمل عليه من قبل والتطبيق حاليا.
نعم، يعني كما نعلم جميعا قانون الضمان الاجتماعي هو يعني صدر في 20/10/2016، وهذا كان بنسخته المعدلة الثانية. كان القانون صدر بنسخته الأولى في شهر 3/2016، ولكن كان هناك عدد من النقاط التي تم الاحتجاج عليها من قبل كثير من شرائح المجتمع، وكما نتذكر كان حدثت هناك اعتصامات وحراك حول هذا الموضوع، وبالتالي صدر قرار من سيادة الرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء بتشكيل فريق وطني لإعادة نقاش القانون وملاحظات كافة الأطراف ذوي العلاقة من عمال وأصحاب عمل ومجتمع مدني، وبالتالي تم تشكيل هذا الفريق وتم النظر بكل الملاحظات التي كانت قائمة في حينه، وتم تعديل 17 نقطة، وكان هناك أيضا مشاركة حتى من الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وبالفعل صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016 بشهر 10 من تلك السنة. وكان بموجب هذا القانون بعد الأخذ بكل التعديلات اللازمة هناك 24 شهر هي فترة بناء جهوزية للمؤسسة، ومنذ ذلك التاريخ تم تشكيل مجلس الإدارة وتم تعيين المدير العام والطواقم التنفيذية، وتم تشكيل كل ما يلزم لبدء العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبالتالي نحن اليوم نستطيع أن نقول أنه منذ ذلك التاريخ أصبحنا جاهزين، بنينا حتى أنظمتنا التكنولوجية، بنينا الأنظمة التشريعية والتشريعات اللازمة لنفاذ القانون. تم الانتهاء من حوالي 22 تشريع قانوني وتنفيذي لنفاذ القانون. أستاذ أسامة، بالعادة في فلسطين هذا الصباح وبفقراتنا المتنوعة بيكون شكل الفقرات حواري أكثر، ولكن هذا الموضوع هو حديث الشارع، وبالأمس مثل ما كنا نتحدث قبل الفاصل طرحنا أنه رح يكون موضوع ضمان اجتماعي ضمن برنامج فلسطين هذا الصباح، فبالتالي كان هناك تواصل ما بيننا وبين المواطنين، لديهم العديد من الأسئلة، وإحنا دائما دورنا كان هو أن نكون رسول يوصل هذه الرسالة ما بين المواطن والجهات المختصة. لذلك أنا سأعطي وقتي للأسئلة اللي أتتنا من المواطنين نبدأ فيها، وبدنا نحاول من هلأ رح أعذر من الناس يعني يمكن ما نقدر نطرح جميع الأسئلة، ولكن سنحاول طرح بعضها. رح أبدأ مع بعض الأسئلة اللي جتنا، وهي أين ستذهب الأموال التي ستجمع من اقتطاعات الموظفين وأرباب العمل، ومن هو الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي؟ نعم، يعني بداية يعني مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن نقول بداية أن هي مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وبالتالي هي ليست مؤسسة حكومية، فيها مجلس إدارة يشكل كافة شرائح المجتمع. الممثلين في مجلس إدارة هذه المؤسسة هم ممثلين عن الحكومة، في 5 ممثلين عن الحكومة، في 5 ممثلين عن العمال من خلال النقابات العمالية، وفي 5 ممثلين عن أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثل عن النقابات المهنية وممثل عن المجتمع المدني وخبير مالي أكاديمي. هناك 18 عضو، من خلال هؤلاء 18 عضو يتم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة، لجان للتدقيق ولجان للمخاطر ولجنة للاستثمار. وبالتالي يعني عودة على موضوع الأموال وأين تذهب الأموال، يعني قبل ذلك أقول أنه الضامن، جواب على سؤال الضامن، وهذا بموجب نص القانون، وهذا أحد البنود التي كان هناك احتجاج عليها في وقت إصدار القانون بنسخة الأولى، أنه لا يوجد ضامن. وبالتالي تعهدت الحكومة بطلب من سيادة الرئيس أبو مازن أنه الدولة هي الضامن النهائي لضمان القانون وتنفيذ القانون واستمرارية عمل المؤسسة. وبالتالي لا سمح الله إذا أصبح هناك أي عجز وعدم قدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة كمنافع للمشتركين في الضمان الاجتماعي، الدولة هي الضامن في هذا الموضوع. ولكن نحن يعني في مؤسسة الضمان الاجتماعي نعمل على هذا الموضوع من خلال إدارة الأموال بشكل منهجي وعلمي وسليم ومبني على إدارة المخاطر، وبالتالي نحن نطبق الممارسات الفضلة الدولية في إدارة استثمار أموال التي سيتم جمعها كاشتراكات من العاملين. فلن يكون هناك يعني استثمارات محفوفة بالمخاطر على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك تحفظ في إدارة هذه الأموال وفاء للالتزامات التي ستترتب
على المؤسسة لصالح المشتركين في الضمان الاجتماعي. أستاذ أسامة، بدي أكمل كمان باللي بدأت فيه فرح والأسئلة اللي شاركونا فيها المواطنين. من الأسئلة اللي كانت هامة، ما هي مخططات الصندوق للشخص السليم غير المصاب الذي فقد عمله قبل بلوغ 60 عام إن لم يجد عمل؟ ما اقتراح الصندوق للموظف وكيف يستعيد عن 7.2% المقتطعة من راتبه المنهك أصلا بالقروض والفواتير والإيجارات؟ يعني إذا فهمت السؤال بشكل جيد، يعني لا شك أن هناك يعني سيكون مشتركين من كافة الفئات ومن كافة الفئات العمرية. العمرية صحيح. نحن يعني للحديث عن الفئات العمرية أصلا التي ستشترك في الضمان، نحن نقسم دائما نقول الفئات العمرية هي 4 فئات. الفئة العمرية الأولى هم من عمرهم أقل من 45 سنة، وبالتالي هذه الفئة يجب أن تشترك لمدة 15 سنة، وبالتالي لن يكون عندها أي مشكلة في الوصول إلى سن 60، ستطبق 15 سنة بدون أي مشكلة كون عمرهم أقل من 45 سنة. الفئة العمرية الثانية هم من يتجاوز عمرهم 45 سنة، نعم، وحتى 50 سنة. هذه الفئة العمرية القانون نص على أنه سيتم رفع السن التقاعدي لهم حتى 65 سنة، وبالتالي من عمره على سبيل المثال بين 45 و50، ولنفترض أنه هو أعلى سنة من هذه السنوات 50 سنة، هذا حتى يشترك 15 سنة يجب أن يستمر عمره حتى 65، وبالتالي تم رفع سن التقاعد لهم حتى 65 عام. الفئة العمرية الثالثة هم من يزيد عمرهم عن 50 سنة وحتى 55 سنة. هؤلاء ينطبق عليهم من طبق على الفئة السابقة من حيث رفع سن التقاعد حتى 65 سنة، ولكن لن يستطيعوا الوفاء بال 15 سنة المطلوبة. يعني على سبيل المثال شخص عمره 55 عام، حتى 65 عام سيكون اشترك 10 سنوات، وبالتالي تبقى له 5 سنوات. هذه ال5 سنوات هي نص عليها القانون بما يسمى منحة العمر، بمعنى أن المؤسسة وعلى حسابها ستقوم باحتساب 5 سنوات اشتراكات لصالح العامل الذي اشترك فقط 10 سنوات، لغاية أن يعني ستضيف له ثلث ما ساهم فيه أو ما ساهم فيه هو ورب عمله، هذا على حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي نفسها، حتى يستطيع الحصول على الراتب التقاعدي عند سن 65. ولكن يعني جوابا على يعني سؤالك، من اشترك في الضمان الاجتماعي لفترة معينة ولم يتمكن من الاستمرار حتى سن 60، صحيح القانون ينص على أنه يجب أن يستمر حتى بلوغ سن 60 حتى يستطيع الحصول صحيح على الراتب التقاعدي أو حتى على تعويض الدفع الواحد. وبالتالي كل من اشترك فترة أقل من 15 سنة نعم ولم يوفي بهذا الإلزام سوف يحصل على تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن 60. نتمنى أن نكون عم نجاوب على أسئلة الناس كما وصلتنا. في توقف أيضا مع سؤال آخر، وهو التعامل مع الموظف الذي يعمل بوظيفتين في القطاع الخاص كيف سيكون، وأيضا التعامل مع الموظف الذي يعمل بدوام جزئي وليس دوام كامل. يعني كما نص القانون، يعني علاقة العمل المنتظمة هي كل علاقة عمل فيها 16 يوم فأكثر في الشهر للعامل وبشكل يعني مستمر. هذه العلاقة إذا توفرت في علاقة العمل بين العامل ورب العمل، يجب على رب العمل أن يشرك هذا العامل في الضمان الاجتماعي. وبالتالي هذا الجواب على الجزء الثاني من سؤالك هو موضوع الدوام الجزئي. إذا استمر العامل بالعمل لمدة 16 يوم فأكثر فهذه تعتبر علاقة عمل منتظمة، يجب أن يشترك فيها حتى ولو كانت على مستوى الساعات تحسب ليس بمجموع الأيام، يعني ممكن تحسب على أساس الساعات، وبالتالي إذا توفرت عدد ساعات معينة تعادل 16 يوم فأكثر كعمل جزئي، وبالتالي ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي. الشق الثاني كان من السؤال، الموظف الذي يعمل في وظيفتين، هذه يعني طالما يعمل في وظيفتين ويتقاضى راتب شهري منتظم على ربي العمل الذي يعمل لديهما أن يشركوه في الضمان الاجتماعي، وتحسب له هذه اشتراكات منفصلة ولكن في حسابه الخاص، يعني تحسب له اشتراكات موردة من رب العمل فلاني ورب العمل الآخر في حسابه الخاص، يعني كمجموع اشتراكات يكون تعويضه أكبر، سيكون تعويضه هذا سيتم احتساب المنافع الخاصة به، أكيد ستكون مختلفة، مبلغ أكبر من أي مواطن صحيح أو هذا سيتم التعامل معه عند استحقاقه للمنفعة، عند استحقاقه للراتب التقاعدي وفقا لعدد الاشتراكات التي تم توريدها لمؤسسة الضمان الاجتماعي. طيب كنا بدنا نوجه سؤال أيضا كان يعني من الأسئلة اللي شغل المواطنين اللي هم الموظفين
الموظفين أو العمال الذين تقاضوا راتب بأقل من ممكن نحكي 1450 شيكل، مثلا العاملات في رياض الأطفال، في بعض مشاغل الخياطة. الحد الأدنى للأجور حتى الآن لم يراقب كافة أرباب العمل أو المصانع. كيف ممكن يتم التعامل مع هذول المواطنين والعمال بنظام الضمان الاجتماعي؟ يعني هذه نقطة هامة جدا، ولكن يعني فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي معالجة لهذا الجزء هي معالجة من شق، يعني وفي شق آخر هو مسؤولية، حقيقة مسؤولية وزارة العمل التي يجب أن تقوم بعمل التفتيش على المؤسسات التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور لتفرض على هذه المنشآت دفع الرواتب بمبلغ 1450 شيكل كحد أدنى. ولكن نحن من طرفنا كمؤسسة الضمان الاجتماعي سنفرض أو بموجب القانون ينص على أن صاحب العمل يجب أن يورد الاشتراكات للضمان الاجتماعي عن العامل لديه على أساس أنه يتقاضى حد أدنى 1450 شيكل. يعني بمعنى إذا كان هو يعطي راتب 1000 شيكل لعاملة أو لعامل، لا يورد لنا اشتراكات عن 1000 شيكل. صحيح هو ممكن يدفع له 1000 شيكل كراتب، ولكن التوريد الاشتراكات يجب أن يورد على حسب عن 1450 شيكل. لماذا؟ لأنه عند استحقاق المنافع في الضمان الاجتماعي المؤسسة ستكون ملزمة بدفع راتب تقاعدي لهذا الشخص، حتى وإن كان يتقاضى راتب عند رب عمله أقل من 1450 شيكل سيتقاضى راتب من الضمان الاجتماعي على أساس 1450 شيكل. تمام. أستاذ أسامة، على موقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تم نشر صورة توضيحية تتحدث عن الفروق ما بين الضمان الاجتماعي في القانون الفلسطيني والقانون الأردني. بدي أتوقف عند بعض النقاط اللي موجودة في هذه المفارقة حتى نوضح إذا كان في معلومات مغلوطة، وأيضا حتى نوضح إذا كانت هذه المعلومات صحيحة لماذا هذا التغيير في القانون الفلسطيني. أولا أبدأ بالاقتطاع من الراتب. في القانون الفلسطيني متحدث عن 7%، في القانون الأردني 5.5%. أترك لك التعليق سريعا على هذه النقطة. يعني صحيح الاقتطاع عندنا هو 7% وفي الأردن 5.5%، ولكن يعني هذا نسبة الاقتطاع هذه جاءت حتى لدينا بعد نقاش طويل مع أصحاب العمل والعمال، عندما كانت في النسخة السابقة من القانون كانت 7.5%، وبعد حوارات يعني مطولة مع العمال وممثلين العمال تم الوصول إلى 7% من راتب العمال لصالح المؤسسة. وبالتالي صحيح هناك فرق، ولكن يعني هذه 5.5% هذه لصالح منفعة التقاعد، ولكن هناك نسب أخرى في القانون الأردني لم يتم ذكر هنا يتم خصمها أيضا من العامل، وبالتالي في نسبة من الإصابات العمل السورية على يقتطعها من رب العمل، ولكن نسبة الأمومي يساهم العامل بنسبة 0.5%، عندنا يساهم بنسبة 0.2%، يعني أقل من النص من في الجانب الأردني. ويعني هناك نسبة أيضا لنسبة التعطل على العمل، هذه المنفعة هي مطبقة حاليا في الأردن وغير مطبقة عندنا في هذه المرحلة. راتب لمدة 3 إلى 6 أشهر في يعني الأردن. إحنا طبعا هذا في هذا البند كونه مذكور أيضا من النقاط، احنا في قانون الضمان الاجتماعي طبقنا حاليا 3 منافع، هي منفعة التقاعد ومنفعة إصابات العمل ومنفعة الأمومي. في الأردن الأردن مضى على تطبيقها لقانون الضمان الاجتماعي 38 عام حتى الآن، وبالتالي في 1/1/2015 تم تطبيق المنفعة الرابعة لديهم، وهي منفعة التعطل عن العمل أو البطالة، يعني بعد مرور 35 عام طبقوا هذا. يعني المؤسسة تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تبني جهوزيتها بالكامل، حتى تبني استقرارها المالي، حتى يعني تستطيع القدرة أو يكون لديها القدرة على دفع منافع من هذا النوع. نكمل بالمقارنات، وأيضا اللي هو سن التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني 60 سنة للذكر والأنثى، في قانون الضمان الاجتماعي الأردني 60 سنة للذكر و55 سنة للأنثى. ليش كان الفرق هنا أنه ممكن بالأعمار ما بين فلسطين والأردن والذكر والأنثى؟ يعني إحنا في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني يعني التقاعد صحيح 60 سنة للرجل والمرأة من باب المساواة دعنا نقول هذا بداية، بس ولكن من باب آخر حقيقة أنه الأردن نفسها الآن تعمل على تعديل على قانونها لرفع سن التقاعد حتى للمرأة لسن 60، لأنه يعني المرأة لماذا تتوقف عن العمل عند بلوغ
55 عام، وبالتالي كان هناك يعني دراسات في من خلال المنظومات الضمان الاجتماعي المطبقة في الدول العربية والمنطقة بالإضافة لدول العالم، وكان هناك السن التقاعدي في معظم دول العالم هو أصلا يفوق حتى 60 سنة حتى للمرأة. يعني إذا افترضنا في إسرائيل على سبيل المثال سن التقاعد 65 للمرأة و67 للرجل، في أوروبا هو أيضا 64 بعض الدول و65 للمرأة. نعم. وبالتالي نحن عندما نقول 60 سنة أعتقد أنه هذا عادل حتى للمرأة، أنه سن التقاعد يكون على 60 عام، ولكن ميز القانون الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع في سن التقاعد المبكر، أعطى للمرأة سن التقاعد المبكر على سن 55 عام، على أن تكون اشتركت في المؤسسة في يعني وردت اشتراكات هي ورب عملها لمدة 240 اشتراك أو اشتركت لمدة 20 سنة. بدي أتوقف أيضا عند راتب التقاعد عند حالات الوفاة. في قانوننا الفلسطيني يوقف الراتب للأرملة في حال كانت تعمل، أيضا يوقف للوالدين في حال كان لهما مصدر دخل، بمقارنة في القانون الأردني يمنح الراتب للأرملة وللوالدين حتى لو كان في مصدر دخل آخر. هون نتحدث أيضا عن نوع من عدم المساواة تجاه الأرملة أو تجاه الوالدين. يعني إحنا إذا لاحظتي يعني صحيح يتم إيقاف الراتب أو نصيب المرأة أو الأرملة من راتبها من زوجها في حال التحقت بعمل، وبالتالي من فلسفة الضمان الاجتماعي ومنظومة الضمان الاجتماعي الأساس فيها هو تكافلي تضامني وتغطية اجتماعية لمن ليس لهم مصدر دخل. وبالتالي يعني صحيح ما نص عليه قانوننا أنه إذا بدأت أو التحقت المرأة في عمل يعني يوقف نصيبها من الراتب التقاعدي، وبالتالي يكون النصيب الحقيقي هو لأولادها على سبيل المثال، ولكن إذا التحقت بعمل أو تزوجت، حتى هناك في نص آخر أنه إذا تزوجت أيضا يوقف صرف الراتب يعني حصتها من الراتب التقاعدي. ولكن في ميزة أخرى إحنا لم يتم ذكرها هنا في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الرجل والمرأة يستطيع الحصول على راتب تقاعدي وليس أحدهما كما هو معمول في الأردن، يعني كل واحد منهم هو ذمة مالية، إذا رجل وزوجته يعملون كلاهما يحصل على راتب تقاعدي. نعم. وأيضا في ميزة أخرى في قانوننا أنه الزوجة إذا لا سمح الله توفت الرجل يستطيع أن يرث راتبها التقاعدي، في الأردن إذا الزوجة لا تورث راتبها التقاعدي وبالتالي كل اشتراكاتها كما يشار في كثير من المواقع الاجتماعية لدينا أنه الاشتراكات تضيع على المواطن، في الأردن إذا توفت الزوجة لا تورث راتبها لورثتها سواء لأبنائها أو لزوجها، ولكن لدينا تستطيع أن تورث راتبها لزوجها وأولادها كذمة مالية خاصة. صح. طيب كنا بدنا في من بعض الأسئلة نسب المساهمة وكيف يحسب راتب التقاعد، هاي العملية اللي يمكن الكثير يسأل عنها، وكيف أنه أنا حسب نسبة دخلي كداش يقتطع المبلغ، هل هو ثابت مع الشركات وأرباب العمل؟ وحتى أنت غير الراتب، عفوا عن المقاطعة، أنت غير الراتب يعني في هاي السنة كان راتبي مثلا يصل إلى 2000 شيكل، بعد 5 سنوات ارتفع الراتب، أي راتب سيحسب؟ يعني بداية يعني نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي هي يعني 3 نسب يعني مبنية على 3 منافع كما ذكرنا، منفعة التقاعد أو الشيخوخة ما يسمى الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، المنفعة الثانية هي منفعة إصابة العمل، والمنفعة الثالثة هي منفعة الأمومة. لمنفعة التقاعد يتم اقتطاع 7% من راتب العامل والموظف، ورب العمل يساهم من طرفه ب 9%، 16% إذا مجموع هذه المساهمتين 7% من العامل و 9% من رب العمل، هذا هو 16% لمنفعة الأولى وهي منفعة التقاعد وهي المنفعة الرئيسية. نعم. المنفعة الثانية هي منفعة إصابات العمل، يساهم رب العمل فقط ولا يساهم العامل ب 1.6% من قيمة راتب العامل، هذه يدفعها رب العمل مقابل تأمين العامل عن إصابات العمل. والمنفعة الثالثة هي منفعة الأمومة، العامل أو العاملي يدفع بوينت يعني فاصلي 2% من راتب العامل، وهو مبلغ رمزي جدا، ورب العمل يساهم بفاصلة 3% من راتب العامل، بما مجموعه 0.5% من رب العمل والعامل يضافوا أو يوردوا إلى وسط الضمان الاجتماعي، وبالتالي مجموع هذه الاشتراكات الثلاثة من العامل ورب العمل هي 18.1%. هذه النسب مقارنة مع الأردن على سبيل المثال، اليوم في الأردن نسب المشاركة هي 21.75%، ولكن لدينا نحن نتحدث عن نسبة أقل، مجموعة 18.1% من راتب العامل يتم تحويلها للضمان الاجتماعي، ومقابل ذلك يكون العامل مؤمن
لغاية الحصول على راتب تقاعدي، مؤمن لا سمح الله في حالة تعرض لحادث عمل، والمرأة مؤمنة يعني لدفع إجازة